انت عاوز تهاجر كندا من خلال احد برامج الهجره الموجهه للعماله الماهره اللي هي الفيدرال سكيلد وركر اللي هو اول اكسبريس انتري، معروف عن الناس بالاكسبريس انتري. يا ترى ايه هو الغطاء المالي اللي انت محتاجه او الاثبات المالي علشان يتوفق لك على الهجره؟ هنفترض انت عايز تهاجر كندا من خلال احد البرامج الموجهه للعماله الماهره اللي هي الاكسبريس انتري، سواء اذا كنت سكيلد وركر او اللي هي السكيلد تريد، كلاهما هيحتاج منك اثبات مالي. طيب ايه هو الاثبات المالي ده؟ يعني مبلغه قد ايه لو انت فرد لوحدك سنجل او معاك اسره هيبقى قد ايه، ويا ترى تقدر تثبته ازاي؟ هما دول معلومتين احنا هنتكلم عليهم النهارده. اول معلومه هي المبلغ هيكون قد ايه بالنسبه للفرد، بالنسبه للاسره من فردين، واحد ومراته او واحد ومراته معاه عيال. تعالوا نخش مع بعض على صفحه دائره الهجره الكنديه الرسميه علشان نعرف الارقام بالظبط من هناك، والارقام دي هي المعتمده ل 2020 او السنه اللي احنا فيها. طبعا الارقام دي بتتغير كل سنه، ممكن تزيد شويه او غالبا بتزيد شويه، يعني ايه كلام فاضي كده يعني. يلا نبص على الصفحه ونعرف بالظبط المبلغ المطلوب منك اثباته علشان يتوفق لك على الهجره. وطبعا المبلغ او الاثبات المالي ده يا جماعه بيطلب منك بعد ما تكون انت يعني استوفيت كل المتطلبات بتاعه الهجره، من حيث الايلس، من حيث شهادات الخبره، من حيث كل حاجه. تمام، يلا بينا. هي دي الصفحة اللي أنا قلت لكم عليها اللي بتثبت أو بتعرف من خلالها المبالغ المالية المطلوب إثباتها قد إيه بالنسبة للناس اللي هم بيقدموا في الإكسبريس إنتري. وخدوا بالكم يا جماعة، الكلام ده بينطبق على الهجرة من خلال إكسبريس إنتري وليس أي حاجة تانية، يعني مش الدراسة مثلا، الدراسة ليها قصة تانية. فلما بننزل تحت شوية تمام، هنيجي هنا هنلاقي في المبلغ المطلوب إثباته قد إيه. طبعا هنا المبالغ المثبته او المطلوب اثباتها بيبقى لو انت لوحدك، لو انت ومعاك زوجتك، لو معاك زوجتك واطفال قد ايه. فعموما هنا موضحينها كويس قوي اهوت. لو شخص سنجل لوحده المطلوب يثبت المبلغ دوت اللي هو 12960 دولار كندي، ولو زوج او يعني شخص ومعاه اكتر من فرد، يعني لو الاسره مكونه من فردين هيبقى المبلغ المطلوب ده 16135، ولو ثلاث افراد وهكذا لغايه لما بنلاقي لو هم سبع افراد المطلوب منهم 34299، وبعد كده بيزودوا بقى عن كل فرد زياده 3492 دولار كندي. المبالغ دي كلها بالدولار الكندي. دلوقتي جه هنا السؤال بتاع ازاي اقدر اثبت لهم. هم كاتبين في الموقع اوريدي، المعلومه دي مكتوبه في الموقع، ان هو لازم تثبت لهم الغطاء المالي ده عن طريق وجود المبالغ المطلوبه بالدولار او ما يعادلها بالدولار الكندي في بنك بحسابك، يعني بنك او بنك ستيتمنت بتقول ان الشخص ده عنده في حسابه فلوس سيوله بتقدر بالمبالغ ديت. يعني ما ينفعش تثبتها بقيمه اسهم ولا بقيمه عقارات ولا بقيمه ممتلكات، لازم فلوس سايله كاش في حسابك في البنك وتكون جاهزه. هم كاتبين كده في الموقع. لو انا هسيب لكم اللينك بتاعت الموقع ده عشان لو حد حابب برضه يقرا التفاصيل اكتر يفتح اللينك ويبص عليها. سؤال كده صغير في الاخر، هل في اي حاله ممكن يتم فيها الاعفاء من اثبات المبلغ دوت؟ اه في. لو انت بتقدم على الاكسبريس انتري من داخل كندا وانت اوريدي عندك جوب اوفر او تحت الكنديان اكسبيرينس كلاس، يعني انت من الاخر كده موجود في كندا وشغال، في الحاله دي بيتم اعفاء الشخص من اثبات المالي. فالحاله دي بس فقط لو انت في كندا وشغال بتقدم من جوه كندا، يعني انت مثلا واحد جه درس في كندا قعد خد شهاده ولقى شغل ربنا كرمه فاشتغل خلاص وبقى عنده الشغل بتاعه فبيقدم على الاكسبريس انتري، في الحاله دي هو مش محتاج يثبت الموضوع الفلوس ده. يا رب يكون المعلومه افادتكم، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد بكره. كان معاكم محمد توفيق، تنسوش لايك للفيديو، ولو مش مشترك معايا في القناه اتفضل اشترك، في فيديوهات كتير عن الهجره ومواضيع كتير جدا هتهمكم ان شاء الله. اشوفكم بكره ان شاء الله.